في العدوان الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين، للحكومات طريقة في التعامل مع الأزمة، وللشعوب طريقة تانية في مساندة القضية. وأضعف الإيمان عند الشعوب العربية كان مقاطعة المنتجات الأمريكية والأوروبية للدول اللي أعلنت دعمها للعدوان على غزة، وبالتحديد أمريكا. وكانت المقاطعة السلاح اللي جاب نتيجة فورية. إيه اللي حصل للشركات الأمريكية اللي دعمت إسرائيل؟ وليه المقاطعة بقت سلاح لدعم القضايا؟ بانكير، نبض البنوك. الشركات العالمية الكبرى عبارة عن أسهم في أسواق مالية بيملكها أشخاص وكيانات في دول كتيرة حول العالم، لما تكون الشركة متعددة الجنسيات. وأي تأثير سلبي على سمعة أو أنشطة الشركات، أو أي تأثر على منتجاتها ونسب التوزيع والأرباح، الأسهم دي بتقع وبتنهار وبتسبب خسائر بالمليارات. وده اللي حصل مع أكبر شركتين في أمريكا، كوكاكولا وماكدونالدز، واللي أعلنت الأخيرة صراحة دعمها للعدوان، وصرفت وجبات طعام مجانية للجنود الإسرائيليين اللي بيهاجموا المدنيين في غزة. بعدها شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة قوية لمقاطعة مجموعة مطاعم ماكدونالدز، وده بسبب عدوانهم الغاشم على قطاع غزة، وفرض حصار على 2.5 مليون فلسطيني وسلبهم أبسط حقوقهم الإنسانية. وحسب بيانات الشركتين، تكبدت كوكاكولا وماكدونالدز خسائر فادحة بسبب دعمهم لجيش الاحتلال، وفقد سهم شركة كوكاكولا 1.68% من قيمته السوقية، ليسجل سعر السهم 52.8 دولار مقارنة بقيمة فتح بلغت 53.76 دولار. وهبط سهم مجموعة شركات ماكدونالدز بنحو 1.89% من قيمته السوقية ببورصة نيويورك، وفقد السهم 4 دولارات من سعر، ليسجل 246.18 دولار مقابل سعر افتتاح 251.38 دولار. وطبعا دي مجرد بداية، والمقاطعة كل يوم بتزيد وبتكبر مع مشاهد العدوان والغارات الإسرائيلية على الأطفال والشيوخ وتدمير الأحياء السكنية وإجبار السكان على النزوح. طيب انت تعرف ان الشركات العالمية دي واللي قيمتها السوقية بعشرات المليارات من الدولارات ممكن تنهار بسبب المقاطعة الشعبية في الدول العربية؟ هنقول لحضرتك ازاي؟ المقاطعة لو اتسعت ضد الشركات دي، وده متوقع بسبب المشاهد البشعة اللي بنشوفها كل يوم، ولأن السوق العربي مش قليل وقرب على 500 مليار نسمة، ولو استمر العدوان ممكن جداً المقاطعة تتسع وتوصل للعالم الإسلامي، ودي هتبقى الضربة القاضية للشركات الأمريكية المساندة للاحتلال، لأن كده هتخسر حوالي 2 مليار زبون في العالم الإسلامي. ولو حصل دعوات المقاطعة في العالم الإسلامي، الأسهم هتنهار بكل سهولة والشركات دي هتفلس حرفياً. وبنفكركم بسبب المقاطعة، وهو إعلان مجموعة ماكدونالدز تبرعها بوجبات مجانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية طوفان الأقصى. وقالت ماكدونالدز عبر منصة إكس إنها هتتبرع بنحو 4000 وجبة يومياً لجيش الاحتلال. تحية لحضراتكم وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.